طيب هما هبقى اقول البيان تاني. ناخد مستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر. سيادة مستشار اهلا بيك. سيادتك كل سنه وضيوفك. اهلا بيك سيادة مستشار. سيادة مستشار يعني كنت معانا في مداخله وسمعنا اكثر من مداخله لحضرتك قبل ان يولد القانون. قد ولد بالفعل. تعتقد انه يعني عايز اسال حضرتك، مش كان في بعض الجلسات وكان في بعض الوساطات انه يتم علاج هذه الازمه قبل ولاده القانون؟ لانه انتوا في بيانكم اول ملحوظه لاحظتها فوجئ، يعني هل فوجئتم؟ هل كان في مجموعه من الوساطات قبلها والاتصالات والجلسات لمحاوله نزع فتيل الازمه؟ اتفضل. بالطبع زوائل تواصلنا مع الجميع، وتواصلنا في اخيرا كنا تواصلنا مع السيد رئيس مجلس النواب في الاسبوع الماضي، وشرحنا له اسباب اعتراضنا بالتفصيل، وكانت جلسه مطوله وشرحنا كل الاعتراضات الخاصه بالنادي بالقضاه على مشروع القانون، وطلبنا بانه يتمهل في اصدار القانون حتى يتمكن الساده النواب من الاطلاع عليه والاطلاع على اعتراضات النادي ويكونوا رؤيه واضحه. وقمنا يا استاذ وائل بارسال مذكرات خاصه باعتراضات النادي لجميع الساده النواب، ارسلناها على مجلس النواب، كل نائب مذكره منفصله في مظروف خاص، ولكن للاسف لم يتم توزيعها على الساده النواب. وفوجئنا كما فوجئنا من قبل بان يتم تمرير القانون بهذه الطريقه المتسرعه المتعجله بدون مبرر وبدون علم النواب وبدون ان يكون مدرج في جدول اعمال المجلس، وتم التصويت عليه بطريقه غير قانونيه. هذا القانون يحتاج لتصويت الثلثين، وللاسف تم التصويت وانا اكتفي في امر التصويت بشهاده الساده النواب، واتحدى مجلس النواب الموقر أن يقوم بإذاعة الجلسة التي تم فيها التصويت حتى يعرف الشعب. يعني حضرتك تتحداهم أن يذيعوا الجلسة حتى يتضح للناس أنه ما إذا كان هذا القانون قد حظي بأغلبية الثلثين كما يقولون أم لا؟ يعني أتحدى يا أستاذ وائل يتم إذاعة الجلسة حتى يتعرف الشعب المصري كيف يتم التصويت على القوانين. أنا لن أعقب احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، ولكن أترك أمر التقدير للشعب المصري، وأتمنى في هذا المقام على السيد رئيس الجمهورية بكل ملابسات هذا صدور هذا القانون، نطرح الأمر على السيد رئيس الجمهورية بموجب حكم المادة 123 من الدستور، حقه الدستوري بأن يمتنع عن إصدار مثل هذا القانون سيء السمعة. أنا أتعجب لماذا يسعى البرلمان للصدام مع القضاء؟ جميع القضاة رفضوا القانون، جميع الهيئات القضائية رفضت القانون، هل هم أدرى بشؤون القضاء من القضاة؟ طيب خلي كثير من الريبة. أنا شايف طبعا البيان يعني في حدة تعبر عن انزعاجكم، يعني بتتعاملوا مع القضيه على انها كارثه، بتقول انه سيذكر التاريخ ان البرلمان المصري شرع قانونا هدم به استقلال القضاء. كلمه هدم استقلال القضاء دي يا سياده المستشار تتهمون هنا البرلمان بانه بهذا القانون هدم استقلال القضاء. بكل تأكيد، وهذا الكلام سبق وأن ذكرته لسعادة رئيس مجلس النواب في مكتبه، قلت له إن التاريخ سيذكر التاريخ عن يعني دورك في إصدار مثل هذا القانون، وقلت له إن أنا أربع بمجلس النواب المصري، مجلس نواب مصر اللي تم اختياره بموجب إرادة حرة أن يتم إصدار القانون في بمثل هذه الطريقة. طيب انا هاخد بس هنا بسرعه دكتور محمود تعالى، على اعتبار انك تمثل الجبهه التي وافقت على القانون سياده المستشار معايا. والله احنا شايفين ان القانون خلينا اولا هدم، يعني هنا يعني اي مجلس نواب يعني يجب ان ينأى بنفسه عن هذه التهمه، هدم استقلال القضاء. لو سمحت، ما هو ده بقى اسم، معلش كل واحد ليه وجهه نظر، احنا نحترم ونجل القضاه ونجل كلامهم ونحترمه، ولكن ضمانات استقلال القضاء في مصر ده معناها تعني العداله، والعداله في الشؤون القضائيه دي معناها القضايا والاحكام التي
يفعلها القضاء في قضاياهم. اما القانون هنا قانون تنظيمي لا يعترض لا يتعرض بالمره لاختصاصات الهيئات القضائيه خالص. اختصاصات الهيئات القضائيه في القضاء ملهاش علاقه خالص بالامور التنظيميه، ده امور تنظيميه. وبعدين الخلاف على ايه؟ الاول كنا بنعين اقدم قاضي في كل هيئه، اقدم دلوقتي بيختاروا ثلاثه من ضمن اقدم سبعه برضه من جوه الجهاز جوه يعني الأمور. انت مسمي دي امور تنظيميه لا علاقه لها باستقلال القضاء. قاضي برضه اللي هيحكم، قاضي هو اللي هيمسك برضه، قاضي يعني احنا مش هنجيب حد من بره، ده هو كل الحكايه اللي هيمسك الاقدم ولا ممكن نختار سبعه من اي واحد من السبعه القدام بس. طب انا هنا يعني بس طب ماشي، وسياده المستشار هيرد على ده. طب سياده المستشار الذين وافقوا وايدوا هذا المشروع اللي حضرتك بتسميه مشروع هدم استقلال القضاء بيقولوا انها امور تنظيميه، يعني اي امور تنظيميه يا استاذ وائل؟ من يتم يعني المنصب، هذا المنصب رئيس محكمه النقض هو رئيس مجلس القضاء الاعلى، ومجلس القضاء الاعلى هو المهيمن على شؤون القضاء اداريا وماليا، فكيف يعني كيف يكون تنظيمي؟ هو يتحكم في شؤون القضاء، مجلس القضاء هو الذي يتحكم في شؤون القضاء ماليا واداريا، كيف يتاتى ذلك يعني؟ كيف يتاتى؟ ويعني بستغرب على قول الساده النواب هذا القول يعني. طيب هنا كمان طريقه التصويت يا استاذ محمود، هنا طريقه التصويت حتى يستند اليها طريقه التصويت نادي قضاة مصر على انها مهزله، وبيقول نتحدى انه يتم اذاعه هذه الجلسه على الهواء. هتذاع بكره في قناه صوت الشعب، انا باكد لك هتذاع بكره في قناه صوت الشعب، الشعب المصري كله هيتفرج. هتشوف ايه؟ ما هل طريقه التصويت اللي انتوا اعترضتوا عليها يا فندم؟ المعترضين اساسا هم المعترضين عليها. طريقه التصويت 30 25 30 يا فندم، معلش 25 لا لا لا، انا مش من 25 30 وانا معترض على طريقه التصويت. ماشي معلش، طريقه التصويت دي بقى حضرتك هنشوفها في التلفزيون. انا معترض على طريقه التصويت يا دكتور محمود. بشكل في قوانين وفي لوائح على فكره للاعتراض، اللي هي وقوفا كده. الناس تقف، الناس تقف، انا اسالك سؤال، اللي موافق على القانون يقف. يا طلع ده في ناس ما كانتش سامعه هو قانون ايه الوقفه دي عشان تاكيد التصويت، ولكن مش هدافع عنه، لكن انا هسالك سؤال واحد وانت نائب وانت معترض على التصويت. هل عندك شك ان لو اتعاد التصويت 100 مره التلتين مش هيقولوا نعم؟ كل من هو غير راضي على هذا القانون هيقول عندي شك. يبقى مين اللي اداله الشك؟ انا بسالك سؤال. لا انا برضه بسالك سؤال. مين اللي اداله الشك؟ انت عندك اليه نظمت ده. طب بص يا فندم، بص اعاده التصويت. طب انا هسالك سؤال بس. اطلب يا دكتور محمود. لحظه يا دكتور محمود، احنا بنتكلم في القانون ولا ايوه ماشي. من مين يا دكتور؟ لما يكون هناك قوانين من يا دكتور محمود. يا دكتور محمود اطلب كده والنواب يعملوا. طب من فضلك بس لحظه، لما يكون هناك قوانين بها لغط عليك ان تتوخى الدقه والحظ. يا فندم الوقوف ده معناه ورينا الوقوف، يعني ورينا كده الواقفين مين عشان نشوف. طب اكمل بس الجمله اللي عايز اقولها. الصبح انا عايز اقول بس يا دكتور. يا استاذ وائل يا استاذ وائل لا لحظه لما يكون في قوانين عليها لغط علينا ان نتوخى الدقه والحظ. لا ومش لغط اي لغط يعني، ده لغط هنا بيمس سلطه اخرى، مع السلطه بيمس سلطه اخرى. فهنا عشان يبقى هنا لازم رقم واحد عليك ان تتاكد من ان ثلثين الاعضاء في الجلسه، العدد النصاب القانوني للجلسه موجود. يا فندم كان في 511 يا فندم. ماشي مفيش حاجه تقول. مين اللي قال يا فندم؟ ايه اللي عندك برينت. يقول فينجر برينت يا بين القاع. ايه الاليه؟ فينجر برينت، عايز ايه تاني غير الفينجر برينت؟ طب وخد بصمت ومشيت. في القاعه بقى كان في كرسي فاضي يا فندم؟ بصمت ومشيت يا فندم. كان في كرسي فاضي بعد اذنك بس. انا بسالك سؤال، كان في كرسي فاضي في القاعه؟ الناس فوق يعني. معنى كده تمام وصرافيل هتعمل معاك الكلام ده برضه؟ لا 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 بص ما نتكلمش. لا 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 هو كده، ده اسمه نفخ في الكير. لا 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 بس موضوع الصرافيل، هذا الامر غير مستحب. والازهر جاي كمان يعني. وغير بالنسبه لموضوع الازهر معلش، احنا هندخل بس عشان هندخل على الازهر بس. هنا مفيش حد مؤله يعني، مفيش حد مؤله يا جماعه. انتوا ولا مجلس النواب ولا مؤلف؟ طب طبعا ده عليه سلطة تاني. شوفوا انتوا ايه الاستبداد اللي عندكم ده؟ ولا مؤلف. التعاون بين السلطات والتوازن بينهم امر لازم كفل الدستور. انتوا جايين تدخلوا في الصدامات مع القضاء والازهر والوقفات شعبيه بعد كده. جهات اصلاحيه لقوانين من 75 سنه ما اتغيرتش. احنا في سياده المستشار سياده المستشار محمد، قول حضرتك هنا يعني تعتقد التصميم ده يعني كان في سلسله جلسات مناقشات وسطات لمحاوله نزع فتيل الازمه، وانه على الاقل يعني يتم تاجيل الامر طالما انه في صدام وغضب يعني. تعتقد تفسيرك لانه يتم التصميم على ان يولد القانون بهذا الشكل وبسرعه وبشكل مفاجئ، تفسير حضرتك ايه؟ سؤال يسأل في ذلك السادة النواب، احنا لا يعني ما نتدخل في نواياهم، لكن يسأل في ذلك السادة النواب.
يعني كل علامات الاستفهام اللي سعادتك بتقولها تطرح على الساده النواب. انا طلبت من السيد رئيس مجلس النواب قلت له ان كل تشريع له فلسفه، عايزين نعرف فلسفه التشريع ده عشان نطمئن كقضاء ان التشريع ده او القانون ده صادر لمصلحه القضاء. للاسف مفيش رد، للاسف مفيش رد، حد يدينا فلسفه للتشريع، يقول لنا ايه فلسفه التشريع ده يعني. كان يتم الاختيار يا استاذ وائل بالاقدميه المطلقه وفقا للثوابت القضائيه. الاعراف هي المطلقه تعطي لصاحب المنصب قوه في اتخاذ القرار، ولا يكون اي فرد او اي شخص او اي سلطه او صاحب فضل عليه في اختياره. يعني عايزين نعرف فلسفه المشروع الجديد ايه، احنا مش شايفين له اي فلسفه الا النيل من استقلال القضاء، النيل من استقلال القضاء. انا 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 ليا وجهه نظر في الرد. طيب على السؤال، ايه الفلسفه مسألة الا تطبيق النيل من استقلال القضاء؟ لا 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 نالس، احنا بنحترم ونجل القضاء للسؤال ال100 مره، وانا احترم ونقل احكام القضاء والقضاء فوق راسنا، ولكن الامور التنظيميه كانت الاول بالعرف مبدا الاقدميه، اقدم واحد وخلاص بيرعدوه للرئيس يعينه. احنا بنقول ايه في الفلسفه بقى اللي بيتكلم فيها، قدر الادم واحد دوت، معلش يعني هو احنا نجيب حد من بره؟ ما هو هيجي برضه من القضاء. احنا بنقول لا، خليهم نوسع الدايره شويه، يبقى ادم سبعه، اختاروا احسن ثلاثه من ادم سبعه، عشان قدر اللي ده يعني تعبان مش يعني في ليه امور اتجاهات معينه، في سبعه، يبقى الاختيار واسع مش اختيار واحد وخلاص. العرف مش قانون ولا دستور، احنا بقى بنعمل قانون بنوسع الموضوع شويه، الاختيار من ثلاثه لافضل سبعه، لادم سبعه. دي الفلسفه بتاعته، الفلسفه يعني بتاعته مش اختار شخص ان انت بعينه، تختار ناس من اتجاه بعينه يعني، دي الفلسفه يعني. ونفترض ان هذا القانون يا استاذ وائل، هذا نفترض ان في واحد ليه اتجاهات معينه. استاذنك بقى هذا القانون يعني اتجاهات معينه، دخلت انت في نوايا الاتجاهات المعينه. ما فيش نوايا، احط 7 8. لا 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 انت بقى اللي بتعمل نوايا. انا همسك بقى، معلش همسك في له اتجاهات معينه، ده خطر، ده كلام خطر. احنا بنوسع، بدل ما نخليه شخص واحد نخليها سبعه، هو انا مجلس السبعه ده بيختار منه ثلاثه. وعلى فكره الساده القضاء الجمعيه العموميه بتاعت كل هيئه هي اللي بتختار. طب يبقى انا لما بقول لك هل ده معمول لاقصاء شخصيات بعينها فانت ده اسمه ليه؟ لا ده اسمه يعني النفخ في النار، ده اسمه حضرتك كده الكلام كده ايه اللي بيتقال كلام. لا خلاص النار اتنفخ، ما هو انا مع حضرتك عشان ما حدش يقربنا نعمل ايه، قضاء غاضبون والنار اتنفخ انا فيها. كان عشان انا 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 كسلطه مثلا دلوقتي سلطه تشريعيه، عشان ما حدش يقربنا ممكن اقول لا ده هم دلوقتي والحق التشريع والحق ان المنتخب و بحجه ايه؟ بحجه ان ما حدش يقرب لي ليه؟ احنا سلطات كلنا بننظم العلاقه بين بعض، وكلنا مراقبين على بعض، وكلنا لازم نشوف الشغل بتاعنا مع بعض. طيب. احنا كلام التعاون. استاذ احمد طن، هل عندك مغزى بدايه؟ طب يعني ما انا عايز يعني الناس دلوقتي في سلسله شائعات بتنطلق. والناس من حقها هتعامل على انها شائعه، انه ده معمول لاقصاء شخصيات بعينها. يعني منهم يعني اتقال اسم المستشار يحيى الدكوري لانه صاحب حكم تيران وصنافير، وربما يعني انه هنا يبقى اللي من تغضب عنه بعض الاجهزه والمؤسسات تتم الاطاحه به. هل ده تعتقد انه مفصل من اجل ذلك؟ الكلام عن فلسفه القانون ده كلام جوهري ويعيدنا الى الاصل. مجلس النواب صحيح سلطه التشريع، لكن عليه ان يمارس سلطته تحت سقف الدستور، ده رقم واحد. بمعنى ايه؟ لو افترضنا نظريا انه في نائب قدم مشروع قانون بكره بحظر ارتداء الحجاب مثلا في الاماكن العامه، غير دستوري. عظيم، غير دستوري طبعا. يبقى انت هنا سلطه التشريع ما هياش سلطه مطلقه. لو انه لحظه بقى مفيش الزام دكتور. يا احمد مفيش الزام يا احمد، مش والله. ممكن كده على فكره، مفيش ممكن الزام. مش ممكن ماشي. يبقى احنا لازم نتكلم الاول عن الاجراءات، وانا بقول لحضرتك انها اجراءات غير قانونيه، ثم ننتقل الى الحديث عن النص، وهو نص غير دستوري. وانا اعجب من الانتقائيه الشديده في التعامل مع الردود القادمه من قسم الفتوى والتشريع الى مجلس النواب. لما مره يقول انه من الاوفق، رئيس المجلس يقول خلاص طالما ما قسم الفتوى والتشريع شايف كده يبقى لازم نلتزم بيه. ولما يقول ان القانون ده يشوبه العوارض الدستوري، لا نلتفت الى التقرير القادم من مجلس الدوله من الاساس. دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا لا ندافع عن القضاه. القضاه يدافعوا عن انفسهم من خلال مجالسهم، مجالس الهيئات، من خلال نادي القضاء. احنا ندافع عن استقلال السلطه القضائيه باعتبار ان دي ضمانه للمواطن اللي من حقه انه يطمئن عندما يمثل امام قاضي، سواء ذهب اليه طوعا او جيء به كرها،
يكون مطمئن كده وفي ضميره انه القضاء فعلا مستقل. الاستقلال ده مالي واداري وليس من قبيل العمل على تعزيز الاستقلال ان تتدخل السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية. في الفلسفة لو الناس بتتكلم عن الاصلاح كان من باب اولى وده كلام حساس لكن واجب ان احنا نقوله. اشمعنى بتكلم في تعيين رؤساء الهيئات القضائية وما جبتش سيرة ابدا تعيين اعضاء الهيئات القضائية؟ برافو عليك. الاسبوع الماضي صدر القرار الجمهوري بتعيين دفعة جديدة من اعضاء النيابة العامة. مظبوط. 26% من بين المعينين ابناء قضاة ومستشارين كالعادة. 33% من الدفعة اللي قبلها ابناء قضاة ومستشارين كالعادة. دول ابناء غير اقارب الدرجة الاولى وغير ابناء قيادات في جهات اخرى. ما شفناش هذا الحماس مثلا وناس بتتكلم عن طريقة مجردة تساوي بين ابناء المصريين عند اختيار اعضاء السلطات القضائيه. احمد اذا كان الكلام على مساله التنظيم دكتور دكتور لو سمحت ما تقاطعنيش يا دكتور خلينا اكمل الفكره لو سمحت. انا معاك لو سمحت يا دكتور ده انا بايدك بقول لك لو سمحت خلينا اكمل. طيب خلينا اكمل الفكره بقيت كلام خلينا اكمل الفكره بس خلينا اكمل ما اتفضتوش ليه خلينا اكمل بالعرض انا بقيت كلام لحظه بس يا دكتور كان لازم الناس تنتفض بده يا مين يا سياده النائب ما اتكلمناش ليه عن حل لمشكله انتداب قاضي الصبح يبقى على المنصة وبعد الظهر يبقى مستشار في السلطة التنفيذية لو الناس فعلا عندها الجدية في انها صحيح. تسير في اتجاه مزيد من الضمانات لاستقلال السلطة القضائية اللي كلنا بننشده كان ممكن النهاردة انا ابقى مكانك وانت مكاني بالعكس يعني لو انت جيت قلت لي احنا لقينا الحل اللي يساوي ما بين ابن الفلاح او الموظف البسيط وابن القاضي او المستشار عند اختيار اعضاء النيابه العامه او الاداريه او هيئه قضاء الدوله او احييك لحظه طيب بس ما انا مش عايز اديني فرصه اكمل فكرتي يا دكتور انا مش عايزك لا تحييني ولا تنتقدني اديني فرصه اكمل الفكره بس انا هرد عليك لا ما تردش يا دكتور اديني فرصه اكمل الفكره وبعدين طيب. رد كنا هنبقى متفقين على ده تماما لكن مش ده الهدف مش ده المطلوب المطلوب ان انت باختصار وبوضوح يعني تجامل السلطة التنفيذية والحقيقة ان انا شايف ان انت تورط السلطة التنفيذية من حيث تريد ان تجاملها ان انت تيجي كده وتقول ايه محدش اله وحد قال ان حد اله بالعكس انا بقول لحضرتك انا عايز النهاردة معايير مجردة في الاختيار اذا تسوى فيها ابن القاضي وابن الفلاح ادي الاولوية لابن الفلاح نظير اجتهاده وتعبه ما تحرموش لكن انت جاي تقول لي وده في السياق بقى ايه اعمل قانون علشان في رئيس جهاز رقابي مش عاجبني واعمل قانون علشان شيخ الازهر ومش عارف الهجمه الشرسه على الازهر ليه يعني انت إيه الهدف؟ عايز تقول ايه قانون تفصل لاقصاء شخصيات بعينها ده اللي انا شايفه بعينيا واللي بستنكره واللي بطلب التوقف عنه لانه القانون لو اتفصل القانون لو فقد صفه العموم يبقى هنا كيد القانون المفروض ياتي مجرد أي. لا وصفة العموم علشان يحل مشاكل الناس مش عشان يخلق مشاكل مش موجودة انا هاخد منك تعليق بس عشان المستشار محمد عبد المحسن بس هاخد منه تعليق اخير رئيس نادي كرة مصر سيادة المستشار لو في تعليق اخير انتوا دعوتم لعقد جمعية عمومية وطلبتم من الرئيس السيسي بعدم التصديق على هذا القانون ده في توصياتكم تعتقد انه القضاء يمكن ان يقبلوا بالامر الواقع ولا سيلجأوا الى كل الخطوات التصعيديه الدستور يعطي الحق للسيد رئيس الجمهوريه بان يمتنع عن اصدار القانون ونحن نناشد السيد رئيس الجمهوريه بان يستعمل حقه الدستوري في عدم التصديق على القانون حرصا على استقلال القضاء ومنعا للصدام بين المؤسسات الدوله تعليقا على كلام سعادة النائب بالنسبة للتعيينات أبناء المستشارين فأنا طبعا ليا تعليق بسيط إن كل من تم تعيينه من أبناء القضاء قد استوفى الشروط مستوفين الشروط في شروط للتعيين أبناء القضاء مستوفين الشروط هناك من أبناء القضاء من لم يتم تعيينه ويعني نتمنى إن شاء الله يعني سيادة الرئيس يستخدم حقه الدستوري في عدم التصديق على القانون احتكاما للدستور الدستور هذا النص غير دستوري هذا النص سيقضى ببطلانه هذا القانون سيقضى ببطلانه هذا المنصب الرفيع لا يمكن ان يتعرض للبطلان بهذا المنطق
يعني حضرتك واثق انه سيقضى ببطلانه يعني؟ جميع السادة نودي على مول ذلك. طب لماذا تدخلون في معركة خاسرة يا ياسر؟ هتخسر اولا القضاء وهيعتبروا انه ندخل في معارك وبعد كده دستوريا هتخسر هذه المعارك. لا ندخل في معارك من الاساس ولا دستورية ولا ندخل في عمل. سيادة الشعب يقول لك واثق انه سيحكم بعدم دستوريات. إذن هي معركة خاسرة. حق اصيل للمجلس يحكم من مين؟ مش فاهم. ده القانون والتشريع ده حق اصيل للمجلس. ما انا مش فاهم برضو مين اللي هيحكم. اذا كان السيد رئيس الجمهوريه محكمه الدستوريه العليا ما ده موضوع يعني خليه يمشي في اجراءاته يعني نمشي في الاجراءات لكن ده حق اصيل المجلس والمجلس خد حقه القانوني والدستوري ومن حق رئيس الجمهوريه يقبل او يرفض القانون المعروض عليه كل واحد بيعمل عمله ولكن لا طيب. ولا معارك ولا بندخلين في معارك مع حد ولا في معركه نخسرها ولا نكسبها احنا شايفين مستشف. ان في اسلوب وطريقه للتنظيم العمل والتعيين فقط لا غير شايفينها بشكل معين وعرضناها وخلاص يعني ما طيب خلي